طيب بصوا شباب، احنا قلنا ده لما بكون انا عايزه اسالك عن نفسك انت، فانت بتتكلم عن نفسك. انا قلت اي في، انا اللي اشعر، انا اشعر بقى بالسعاده، بالحزن، بالجوع، بالعطش. طيب هل ينفع ان انا اوصف حد تاني؟ يعني ينفع مثلا انا لو شفت تقر زعلانه شويه فانا اقول لك ان هي تشعر بالحزن؟ او لو انا مثلا لقيت ان مروان عمال كل شويه ما بيدور على اي حاجه ياكلها فهقول ان هو يشعر بالجوع؟ مش انا اقدر اقول كده؟ طيب اقولها ازاي؟ اقولها ازاي؟ اي فيل هانجري. بس انا كده بتكلم عن نفسي انا يا احمد، انا بقول اي فيل هانجري، لكن انا عايزه اتكلم، لا انا عايزه اتكلم عنه هو. هو يعني ايه؟ هو يعني هي. طب وهي يعني ايه؟ شي. يبقى كل اللي احنا هنعمله ان بدل اي هنحط ايه؟ يا اما هي لو انا بتكلم عنه هو، او شي لو انا بتكلم عنها هي. صح كده؟ يبقى انت يا ميس بتقول لنا ان احنا نحط هي او شي. صح كده؟ طيب بعديها انا بقول هو يشعر او هي تشعر، يبقى انا هحط على طول كلمه ايه؟ يشعر يعني ايه؟ انتوا اللي بتقولوا يلا، يشعر يعني ايه؟ فيل. يبقى هي فيل او شي فيل. صح كده؟ فاضل حته صغننه قوي قوي قوي. بيقول لي يا مس ان لو هو جاي لي هي او شي تاني، هي او شي في الحاله دي، او طبعا لو جايب لي اسم مفرد، لو طبعا جايب لي اسم ايه؟ مفرد. بنعمل ايه يا مروان؟ قلت ايه؟ بنحط اسم. ليه بنحط اسم؟ لا طب تعالى كده قول لنا علشان ايه؟ بنعلي صوتنا بقى، علشان ايه؟ علي صوت. هي والشي والايه بيحبوا الفعل بس. اكسلنس، سقفه سقفه كبيره. طيب فاكرين لما كنا بنتكلم قبل كده من سنه ثانيه على المضارع البسيط، والناس اللي حضرت الكورس برضو المضارع البسيط، قلنا ان المضارع البسيط كان عنده شرط صغنن قد كده، ان هي وشي وات، وطبعا هي وشي وات طبعا معاهم الاسم المفرد، بيحبوا الفعل اس، بيحبوا الفعل اس. يعني كل اللي انا هعمله ان انا هزود اس بس، يبقى هي فيلز او شي فيلز. بس كده بس، واحط الصفه عادي جدا. يعني انا لو عايزه اقول ان هو يشعر بالسعاده هقول هي فيلز فيلز هابي. طب يا ميس لو انا عايزه اغير هي ومثلا او مش هحط ولا هي ولا شي، انا هحط مثلا اقول علي. هو علي ده يتقال عليه فيل ولا فيلز؟ فيلز. ها فيل ولا فيلز؟ فيلز. ليه فيلز؟ علشان علي ده ايه؟ مفرد. ولد واحد بس مفرد، صح كده؟ صح. لان انا لو شلت علي دي كده برضه هحط مكانها هي، يبقى علي فيلز مثلا اكسايت. جعان؟ انت جعان صح؟ علي فيلز اكسايتد. علي فيلز اكسايتد. يبقى تاني بقى اخر حاجه، لو اي نحط وراها ايه؟ لو اي نحط وراها الفعل في المصدر يبقى فيل. مش اي بس، اي يو وي ذي، اي يو وي ذي. يعني هقول لك يو فيل، هقول وي فيل، هقول ذي فيل، لكن هي لا، انتوا اللي بتقولوا هي فيلز، هي شي فيلز. طيب احمد فيلز، فيلز هنا فيلز. يبقى هي وشي واي اسم مفرد هنحط معاه ايه؟ هنحط معاه الاسم. صعب الكلام؟ لا اكيد. لا. طيب تمام.